فلذلك حزب العدالة والتنمية دائما يصنع المفاجآت، وإن شاء الله ونحن معتزون بأن يصبح الأستاذ محمد أمكراز وزيرا، وهو بالمناسبة راه هو وزير بدعم من جلالة الملك، واش تعرفوا؟ لأن نريد نحن أن نعطي إشارة إلى أن الشباب لهم موقع في الواقع السياسي، وأن الشباب عنده مستقبل. نعم؟ ليس بالكلام، شي وحدين قالوها وما قدوش يديروها، حنا واخا ما نقولوهاش غادي نديروها.